أقامت الرعية المارونية في الأردن قداساً إلهياً احتفالياً بعيد شفيعهم القديس شربل في الكنيسة المارونية بعمان، حيث ترأس المطران موسى الحاج مطران الموارنة في حيفا والأراضي المقدسة القداسة بمعاونة الأب نبيه الترس راعي الكنيسة وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة. وبيوم هونكم حشودي لمعبد حي سابل أحمد وقديشته وبارخ قادش وقصو يا بالتلميدة وكدوما ساب أخو الملك والخون. وفي بداية القداس رحب الأب الترس بالمطران الحاج شاكرا له مشاركة أبناء الرعية احتفالهم بالقديس شربل الذي يعد رمزا للتواضع والنسك وبذل الذات. وتحدث المطران الحاج في عظته عن القديس شربل وحياته وعجائبه التي باتت حديث العالم كله، وأضاف: نعيد له وهو اليوم يشغل الدنيا بالمعجزات الإلهية التي تجري بشفاعته وصلواته لمرضى الجسد والروح والنفس، فعندما دعاه الله إلى حياة النسك والعزلة لبى الدعوة وعاشها حتى آخر لحظة من حياته. إذن كلنا نحن مدعوين إلى القداسة تصديقا للصلاة اللي بنقولها نحن بالقداس قبل المناولة: الأقداس للقديسين بالكمال والطهارة والنقاوة. يلي عايشين طهارة ونقاوة وقداسة هودي بيكونوا قديسين. شربل هو طريق الثالوث إلى العالم، وهو طريقنا إلى الثالوث، إلى الآب والابن والروح القدس. إنه معنا وباسم المسيح يشفي ويعلم ويقود الناس إلى التوبة والفرح والسلام، وهذا نحن بحاجة إليه اليوم في أيامنا وكل الأيام، أيام وأيامنا واللي جايين. وعد فكر أن الشر رح ينتهي، رح يضل، ولكن كتلة الشر الكبيرة رح تنتهي وتكبر كتلة الخير وعمل الخير. ورفعت الطلبات والتضرعات أمام مذبح الرب عن نية السلام في العالم والشرق الأوسط خاصة بشفاعة القديس شربل، حيث أحيت جوقة الكنيسة القداسة بترانيمهم وأصواتهم المميزة. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس، أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة أبلهم الحياة والملكوت. لك عتبت لي شارك السماء وبتحكي بتصوري الله بالوماء. يا ركعة لي شارك السماء ما بتحكي بتصلي لله بالومان.